السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله، مرحبا من جديد في فيديو التاسعة كالعادة. وصل اللهم وسلم على أشرف الخلق وسيد المرسلين في هذه الليلة المباركة، ليلة الإسراء والمعراج. وعواشركم مبروكة أينما كنتم في جميع بقاع العالم. للأسف ما غاديش نقدر ندير لكم لا فيديو على لو برودوي اللي وعدتكم البارح انني ندير لكم عليه اون فيديو، طونك ديليغي تهربات من انها تعطيني المكونات ديال المنتوج، فما غاديش نقدر نتكلم على منتوج انا غير يعني مقتنعه به ومكوناته مبهمه. لهذا فنبداو فيديو اليوم على بركة الله وبسم الله. بما أن الجو دابا غادي يبدأ يسخن والحرارة ترتفع، فغادي يكون من الضروري والأكيد وضع الواقي الشمسي، ولو أني كنقول دائما الواقي الشمسي شيء يوضع على البشرة على مدار السنة، ولا يمنعه انخفاض الحرارة من التخلي ولا يمنعنا انخفاض الحرارة من التخلي عنه مهما كانت الظروف والأسباب. اختاريت باش نبداو هاد السلسله ديال الفيديوهات الخاصه بالواقيات الشمسيه عن البشره الدهنيه. خصريت نبدا نتكلم على البشره الدهنيه 100%. صنتو مزيان، ما تجيش شي شويه وقف التعاليق واش يصلح البشره المقترطه. البشره الدهنيه 100%. البنات اللي عندهم بشره دهنيه والرجال النساء والمراهقين اللي عندهم بشره دهنيه 100% تعاني من افراز شديد في الدهون. اكيد هاد الاشياء فراه كيتباعها مسامات واسعه، اكيد كيتباعها ظهور بثور بشكل كثيف، التهابات شديده كتصاحب هاد البثور وكتخلي الاشخاص اصحاب هاد النوع من البشره في ضيق وعدم احساس بالراحه على الاطلاق. وكيولي من الضروري اننا نديرو واقي شمسي باش كنتفاداو اختفاء البثور اللي من مور ما كتختفي فهي كتخلي لنا موراها دي سيكاتريس، اثار سوداء اقبح بكثير من وضع البثور على الوجه. يعني الحبه فاش كتكون في الوجه فراه كدوز وقتها وكتزول، ولكن السيكاتريس راه كدوز وقت طويل 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 باش تزول لينا. وخصنا نعتنيو بالوجه ديالنا بواحد الشكل اللي هو مكثف جدا الا بغينا هذيك السيكاتريس تزول لينا. وفي الحاله ديال البشره اللي كتعاني من مشكل الكلف او حب شباب او مساوئ واسعه او دهون زائده او اي من المشاكل اللي كتقدر تعرض لها البشره، يعني في اي من هذه الحالات اللي هي كنشوفها يوميا في التعاليق وكنتلاقاها يعني في العمل ديالي، فاغلب المشاكل كلف، تصبغات، اثار بثور، مساوئ واسعه، فهذه كلها مشاكل كتشكى منها البشره ايا كان نوعها. فأيا كانت هذه المشاكل أو أيا كان المشكل فنحن نحتاج واقي شمسي بمواصفات عالية وحماية أعلى. اليوم اختاريت لكم إكسفولياك من مختبرات نوفيفا اللي دائما أرشح منتوجاتها لجودتها أكيد. فعزيزة عليا لي لابوغاتواغ نوفيفا باسكو فغيمون لي برودوي ديالهم زوينين بزاف بزاف عاد. إكسفولياك هي اسم ديال واحد لاكام ديال واحد التشكيله متنوعه من المنتوجات، فيها القماش، فيها لي كريم ايدغاتونت، فيها لي جيل نيتوايون. اكسفولياك كبيره من لابوغاتوار نوفيفا، فهي كبيره فيها بزاف المنتوجات للعنايه بالبشره الدهنيه. البشره الدهنيه 100% المصابه بالبثور وحب شباب خاصه. اي هذا المنتوج او هذا لاكام ديال اكسفولياك لا تصلح لاصحاب البشره الدهنيه الخاليه من البثور او البشره المقترطه. اكسفولياك كريم سولير او فلويد بلوتو فلويد سولير واقي شمسي، اكيد هو كونتر لي يو في ا اي لي يو في بي، بالاضافه الى الحمايه اللي كيعطيها لنا بفضل عامل الحمايه ديال 50 بلس، فهو ياتي على شاكله كما قلنا فلويد. تركيبته غير غنيه بالدهون بل هي مائية، تناسب بامتياز أصحاب البشرة الدهنية المصابة بالبثور أو حب شباب. له فعالية ثلاثية على البشرة، فهو يعطينا حماية من أشعة الشمس الضارة، ينقي أو يصفي أو يزيل أو يبعد عن البشرة كل الشوائب والدهون دون ترك ملمس خشن، ويهدئ من الالتهابات المصاحبة لظهور البثور والتي يتميز بها هذا النوع من البشرة أي البشرة الدهنية.
الا لاحظتوا معايا فمن خلال الاسم ديالو فسميتو اكسفولياك، فهو منتوج له مفعول المقشر. حنا كنعرفو اكسفولي سي هي يقشر او تقشر، له مفعول المقشر لاننا كنعرفو بان البثور او الحبوب كتكون عندها واحد الرؤوس، غالبا دوك الرؤوس كيكون فيهم واحد القشره، كيكون فيهم شوائب عالقه، فاكسفولياك في البيت سولير يقوم بازاله هذه الشوائب وهاته، يعني الا بغينا نقولوا القشور، وكيخلصنا منها. يحد من التاثير الضار للاشعه فوق البنفسجيه على البشره المعرضه يعني الاصابه بحب شباب. كما قلنا فالقوام والتركيبه خفيفه غير دهنيه، صالح لاصحاب البشره الحساسه، نون كومودوجين اي فهو لا يلتصق، سهل وسريع الامتصاص من طرف البشره، بدون بارابين، مقاوم للماء، ياتي في حجم 40 ml ابتداء من 200 درهم مغربيه و 12 اورو بالنسبه للدول الاجنبيه. فابتداء بالنسبه للاسمنه فهي كتبقى فاكولتاتيف، يعني بلوز او موا تقدروا تلقاوها باكثر وتقدروا تلقاوه باكثر باقل عفوا، ولكن بالنسبه للمغرب 200 درهم مغربيه فهو اقل ثمن ممكن ان يباع به اكسفولياك في البيت سولير. بالنسبه لثمن الصيدليه فهو 300 درهم، وبالنسبه لثمن ديال لاباغا فهو ابتداء من 250 درهما. صراحة بالنسبة لتوفر المنتوج في تونس فهو متواجد، بالنسبة لتوفره في الجزائر فلا أظن أنه متوفر بالجزائر، فلقيت بأن كاين لاغام أو لابوغاتواغ لي برودوي ديال لابوغاتواغ نوغيفا كاينين في الجزائر، ولكن منين بحثت ما لقيتش بأن كاين هذا المنتوج أو هذا الواقي الشمسي ديال اكسفولياك في البيت سولير ماتيفيون، فراه ما لقيتوش يعني في داك لو سيت اللي كنت كنقلب فيه على اكسفولياك. لقيت منتوجات كثيره، لقيت لو غوماج، لقيت لا كريم، لقيت لو جي نيتوايون، لقيت لو ميسيلير، ولكن ما لقيتش ليكرون او لو فلويد سولير ماتيفيون، فراه ما لقيتوش متواجد، لهذا ما قديتش انني نعطيكم الثمن. فكما قلت بالديار الاوروبيه فالثمن ابتداء من 12 او 12 اورو، وبالنسبه للثمن في المغرب فهو ابتداء من 200 درهم مغربيه. اكيد اكيد ان هذا الواقي الشمسي فاحنا كنعاودوه على مدار كل ساعتين طول ما احنا متعرضين لاشعه الشمس، يعني مده الحمايه ديالو فهي ساعتين فقط طول ما احنا يعني في الشمس، فكنعاودوه كل ساعتين يعني لا اكثر، يعني ما كنفوتوش ساعتين عاد كنعاودوه، فمن ساعتين اقل يعني ساعه ونص ساعتين لا ربع نعاودو الواقي الشمسي ديالنا اكسفولياك في البيت سولير اس بي اف 50. كالعاده كنتمنى انني نكون وفقت في اختيار اليوم، كنتمنى ان يعني الاقبال على الفيديوهات يكون مكثف، الاقبال على القناه يكون اكثف، ما تبخلوش عليا بالبارطاج في مواقع التواصل الاجتماعي بلا لايك بلا كومونتير الزوينين ديالكم اللي كيشجعوني. ومره اخرى كنتمنى شخصيا انا وفاء من قناه كوان بوتي الشفاء العاجل للمتتبعه الوفيه من مخلوفي ماستر، وكنقول لها الله يرزقك بالدريه الصالحه انت وكل من يطلب هذا الطلب من الله عز وجل. اكثري من الدعاء، ف الله سبحانه وتعالى ديالنا كلنا وما كيبخل على حتى شي واحد فينا. اكثري من الدعاء والصدقه، واكيد الله سبحانه وتعالى هو الشافي العافي، وهو اللي غادي يحقق لك اي حاجه كتمنيها كسوا انت او اي واحد فينا. مره اخرى ليله طيبه وعشر مبروكه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا موعدنا غدا إن شاء الله في أنتم تسألون وأنا أجيب كالعادة، وطبعا على الساعة 9 ليلا وصفة طبيعية جد هائلة هذه المرة، وصفتي المفضلة بامتياز بامتياز، فكونوا في الموعد، إلى اللقاء.